نرفز حرث المباراة. بس لا نرجع نشوف اللقطة. في اللقطة هذه كابتن فابيان كان يحاول الاعتذار من نام ونام ركل فابيان هذه على أرضية الملعب. سيب أشوف اللقطة مرة ثانية. ما عليه سيب هاللقطة هذه كلها. أنت انتهت المباراة طلعت برا الملعب. أنا مش قاعد أبرر أنا قاعد أقول لك وين بدأت القصة كابتن. بدأت على أرضية الملعب مشادة بين اللاعبين. على اعتذار سلبي محمد. اعتذار سلبي. ما يحسب يعني لفابيان بالعكس. تدخل من يعني فابيان في البداية. الفاول. شوف وردة فعل من نام تايهين وبعدها ردة فعل أيضا من اللاعب. هذه كلها داخل الملعب محمد. إحنا نتكلم عن خارج الملعب. صحيح. هذا اللي إحنا نتكلم عنه. وساعدونا أنا شيء واحد جزئي أحب أقولها يعني إن برا الملعب ومثل ما صارت خلصت المباراة إحنا بدورنا مثل ما نحلل ونتعلم ونستفيد وتعلمونا الناس ونعلم ترى من حق لجنة الانضباط ترجع لك حتى لو داخل غرفتك. فما يجوز يا جماعة إذا نادي النصر انتبه على لاعبيكم بعدين لما يصير التوقيف ويصير الأمور تبدأ عاد الاتصالات والأمور هذه. أنا عنك التجربة أقول لك يا أنا هنا أبلغ في هذه الحالة. فإذا المحترف إنه يتصرف إنه معصب وزعلان لا يلعب.